السلام عليكم. انا ممكن اعدي اروح واخده منه بالونه عادي، مع ان انا كبيره، انا سن كبير مش صغير. عم فارس بيدي غزل بنات ببلاش وبيهزر معايا وبيلعب معايا كمان. هو بيجي بالليل ممكن يوزع نص الشغل ده ببلاش، وممكن يوزع نص الفلوس اللي معاه ببلاش، ولو اخر 10 جنيه معاه في جيبه لقى حد محتاج نصها هيديله فلوس. واحد يجي كده بظروفه يروح برضه ربنا بعتهوله ايه؟ معوضه بحق الحاجه مثلا. ده هم ربنا حب فينا خلقه الكبار والصغيرين ربنا يحبه، واحنا طبعا لازم نكون متواضعين عشان الناس ربنا حب فينا خلقه الحمد لله. بتبقى حاجه بتاعت ربنا كده سبحان الله، يعني ايه جيراننا وحبايبنا والدنيا كلها الحمد لله ربنا يحب فينا خلقه. واللي بعيد والقريب والاكثر بعيد كمان بيبقى يعني متواضع معانا اكثر. لكل الدنيا كلها الحمد لله ربنا يحب فينا خلقه. يعني العيال الصغير اللي من دوت من امتى انا؟ يعني لان هو برضه من الناس وكده. راجل طيب وبيجرى على لقمه عيش وراجل محترم. وبيرضى بقليله على فكرة وجدع وخدوه. طبعا ده هنا في المنطقة بقالي زمن يعني، وده جاري جاري من زمان يعني. اي حد وممكن يدي لأي حد هو ماشي في الشارع حاجة زي كده، زي ما قابلتيني كده وانا ماشية خدت واحدة وانا ماشية من غير مقابل خالص. لا 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 مش مستني، هو بيبص الكبير الصغير. حتى لو هي مبسوطة ومش قادرة تجيب برشام او بتاع، هو بيجيب لها علاج، بيجيب لها يعني ما بياخدش كمان حق. وعلى فكره مش بيبقى معاه بس غزل البنات ده او كده، لا بيبقى معاه ساعات بلالين وبيد، ومش بيستنى من حد حاجه. عم فارس ده والله اغلب واحد في المنطقه، وتبت الدنيا والاخره فيه في حاله، يطلع الصبح ويجي اخر النهار، هي دي شغلته. عم فارس والله كل مره يعدي ويدينا غزل البنات ببلاش، وكويس وبيقعد يغني للعيال الصغيره وبيزمر لهم بالزماره، وكويس وغلبان هو بيفرح وبيغني واي حاجه. عمي فارس راجل طيب ومحترم، وبعدين انا عندي بنتي تيمه صغيره بيراضيها على طول دايما، ومش هي بس لوحديها، بيراضي اطفال كتير. راح اجدع حد شفته في حياتي، ولما بيخلص شغل بيجي معاه غزل بنات بيوزع للاطفال، وما بيحبش حد يجي على حي الصغير، والناس بتسلم عليه وهو ماشي بيسلم على الناس. هو طول عمره معروف بكده والناس بتحبه، ربنا حب في خلقه. اللي في جيبه هو مش ليه، يعني انا لو ماشي كده وعايز حاجه يا عم فارس بعد اذنك انا عايز كذا. هو حنين، هو حنين من زمان بقى، ما بيسيبش حد وهو ماشي لما بيلاقيه. اهم حاجه حب ربنا لينا وعاقب لك الحمد لله. احنا بنحب عم فارس.